السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم شيوة أم سليمان. نتمنى هاد الشيوة تعجبكم إن شاء الله. هاد الوصفة كتجي حلوة، واحد الحليوة خفيفة وظريفة، إن شاء الله تعجبكم. غادي نمشيو للمقادير. عندي هنايا 5 ديال البيضات، 200 غرام ديال الزبدة، 200 غرام السكر كلاص، واحد النقيطة دبينية. وعندي هنايا الطحين منخول، 200 غرام د الطحين، و 400 غرام د مايزينا، و 60 غرام ديال الكاكاو مور، واحد الصبري ديال الخميره، وقميصه د الملح. انا خلطتهم قبل كلشي مع بعضيتهم. عندي منخولين ها هما، وكبيتهم كاملين مع بعضيتهم هنايا، ودابا انا كنخلطهم امامكم. 60 غرام د الكاكاو، 400 د مايزينا، و 200 د الطحين. ها هما هنايا، واحد الصبري ديال الخميره، وقميصه د الملح. ها هما عندي هنايا، كنخلطهم مزيان هنايا. هيدا خصني نخلطو مزيان ونخليهم على جنب. وهنايا في المول عادي ان شاء الله يا ربي، ملي غادي نعدلها غادي نعمرها بالكراميل حليب نسلي طيب. عندي في الطنجره ساعه د المكانة اسبريس كتعطيني الكراميل، وعندي هنايا الشوكولاط غنعملو غاناج ان شاء الله. ديك الساعه نوريكم شو طريقه التحضير، ديك الساعه نوريكم اللي غادي نكونوا غادي نعدلوها ان شاء الله. دابا كنبداو من هنايا بالسكر كلاص، ها هو. كنمشيو للزبده، ها هي منطقيه كهادي، ما تعاوني شي بزاف، غنخمل على يدي ونبقى نخلط فيها حتى ترجع بومد. ديك الساعه نكب البيض ان شاء الله. هيدا حتى ندمج مع بعضيتها كامله، يدخل فيها السكر بهذا الشكل هذا. ها هيدا صافي. وغادي نخوي هنايا 5 ديال البيضات، ها هما. دابا خلطناهم مع بعضيتهم، الزيت عفوا الزبده والسكر كلاص والبيض. دابا نعمل واحد النقيطه دبينيه هيدا، بركه اي واحد النقيطه واحدة راه كافية كتعطي الريحة مزيونة. وغنبقاو نهبط الطحين هذا اللي عندي هنايا بكولاكاو، ها هو، بشوية بشوية هكدا، بشوية بشوية نخلط هذا. نحاول نعمل آخر، هاد الحليوة كتجي خفيفة ومزيونة، وتفطر بيها ميريندا بيها الغدا فويخ ما بغيتي فويخ ما رشقت لكم تاكلوها تاكلوها بركي هشيوشة ولديدة وكتعجب اي واحد مع اتاي مع القهيوة. نتمنى تعجبكم ان شاء الله. هيدا وحنا بالتدريج كنهبطو شوية بشوية، حنا ماشيين معاها تنساليوها. وملي نساليوها نخليها ان شاء الله واحد نص ساعة هيداك في النبيرة تبرد مزيان ترتاح، وملي يكون غنطلقها ديك الساعة نوريها لكم كيفاش غنقطعها ان شاء الله وندخلها في الفرن. هاي هاي السوينية يا اخرى، انا كنطيبهم كاملين مع بعضيتهم. هادي عندي عاود تاهي قطعتها هيدا مدورة، ومن بعد عاود ملي نجي نزوقها نوريها لكم ان شاء الله. نتمنى تعجبكم الحليوة ديالنا كيفاش كتجي. كنعمرها بالكراميل هيدا، شوف كنعمرها بالكراميل ملي كطيب. انا عندي موجودين، بغيت غير نوري لكم هيدا، ها وحده اخرى هيدا، كنجيب وحده اخرى كنعمل لها هيدا، وهادي عاود كنعمل لها هيدا، وكنجي لهنايا وكندهنها هيدا كامله من الجناب. هيدا كندهنها كلها من الجناب، هاد الشكل هذا كتجي بنين هاد الحليوه. نتمنىكم تقيسوها، وغنعمل لها دابا هادو هيدا. كنزلها انا غير وريتكم
على قبل. انا عندي هنايا معدلين، ها هما عندي، هادي عملتهم بالشوكولات هذا، وهذا التزويقه هذه، وهذا باللوز افيلي عندي مهرس شويه، وهذه بهذا الشكل هذا. وعندي هادو معمرين على قبل الاخرين، باقي غنعمرهم بالشوكولات، وباقي غادي نعمل شكالات اخرين، وان شاء الله ملي نساليهم نوريهم لكم كيفاش كيجيو، ونتمنى يعجبوكم ان شاء الله. ودابا غنعمل لكم وحده اخرى عاود، ها هي فينيا، يلا نمشيو عند المقادير نشوفوهم. عندي 600 غرام ديال الطحين هنايا، عندي 6 د البيضات، الا كانوا كبار عملوا غير 5، الا كانوا صغار عمل 6. عندي هنايا 200 مليمتر ديال الزيت، عندي 200 غرام السكر، عندي 150 غرام ديال اللوز هو مطحون، ها هو خضر ومطحون هكذا مطحون. وغنعمل المذاق ديال الليمون، وغنعمل واحد النقيطه دبينيه. وعندي هاد اللوز هنا مهروس، هذه غادي نزوقها بها ان شاء الله. غنمشيو نشوفوا طريقه التعميل، وديك الساعه انت نوريكم كيفاش غنعملها ان شاء الله. غنزبق بالبيض، ها هو غنعمل البيض، غنعمل السكر الزيت عفوا، ها هو، ودابا غنعمل السكر، ها هي، نخلط كل شيء مع بعضيته. عن من قطعة بينية، ها هي، وغنعمل مذاق ديال الليمون، تا هو واحد النقيطة تا هي، ها هي، وغنخلطهم هيدا شوية مع بعضيتهم، هيدا، غير شوية ملي تخلطهم مع بعضيتهم مزيان. هيدا اليوم بغيت نعملكم جوج حليوات ساهلين مع الدوازاتي كنقولو في المغرب، هادو الريسيتات سبانيولات، ونتمنى يعجبوكم وساهلين. حنا كنعملو بزاف تشكالات الحمد لله، حنا في المغرب معروفين بالحلاوي تبارك الله. هاهي الحليوة ديالنا خفيفة وتا هي مع دوازاتي، تعملوها هكدا. ملي كنخلطهم مزيان كنضيف عليهم 150 غرام ديال اللوز خضر ومطحون عندي هيدا، هما تاهما نخلطهم شوية مع بعضيتهم هيدا تيدخلو، كتجي لذيدة والله إلا كتجي لذيدة. وين كل وحيد ذوقو، ولكن كيعجبوني هاد الحلاوي هيدا خفافين، غير بالطحين البيض كيجيو بنان، وتشربو مع قهيوة مع أتاي مع من ما بغيتي تشربو. اللوز ضروري خصنا نضربوه مزيان هيدا باش ما يبقاوش الكويورات، وملي نبداو نعدلوه يتكور لنا. ها هو مزيان دابا، هادو كيجيو قريشلات مدورين، ملي غادي نكون غادي نحضرهم نوريهم لك، نوريهم لكم. ودابا بقاو عاود نضيفوا الطحين شويه بشويه هكذا، من احسن اليدين ما كاينش بحال اليد، هي كتجي هشيشه حتى هي كتجي مزيونه، واخا مقرمشه شويه ولكن كتجي لذيذه لذيذه لذيذه. في الصباح الانسان ينوض مع الفطيور كتجي لذيذه مع تاي ولا مع قهيوه، كل واحد كيفاش كيبغي مع من ما بغاه. وخفافين الحليوات بحال هيدا خفافين، والمقادير ماشي بزاف، وهذه تبارك الله كتخرج الخير لله. ها هي الاولانيه خصها تلقى مع ديك اللوز ومع ديك السكر والبيض، دخلها مزيان مزيان الاولي ديال الطحين هيدا، باش كادي كيتخلط مزيان مع بعضيتو، يدامجيدا مع بعضيتو مزيان، باش ما كيبقاوش الكويرات ديال اللوز ولا حتى حاجه تحت يدك. هيدا مزيان كتعلك هيدا، عاد ديك الساعة ني تا كنبقاو نضيفو الباقيات د الطحين، ها هي تا هي، نخليها عاود ترتاح واحد شوية ملي نساليها. ها ندمجو هذا اللي باقي، نكملو هذا، ها هو 600 غرام د الطحين كتجي هو هذاك فيها اللي كتدخل فيها، خاصها تبقى رطبه شديتو، ما قاصحه ما رطبه بزاف.
معوطه. صافي دابا ملي نكملها هيدا ونكون كنعمل الدبلجات نوريها لكم ان شاء الله. ها هي الحليوه ديالنا، غنكورها هيدا، كنشبر واحد الحريبل نعمل له هيدا هيدا ونعمله هنايا. نعمل لكم حريبل اخر غير هيدا، كنعمل له هيدا. وإلا لصقت لكم عملوه في الميسة شويه د الطحين، تيناوى عندي شويه د الطحين، كنعمل له هيدا. ها هما الدبلجات صغيورين، عاود نزيد واحد اخر، ها هما وانا غنوريكم كيفاش كنعمل هنايا البيضه. ها هي البيضه كامله، ها هي كنخلطها وكنرش هيدا هكذا، كلشي كندهنهم هيدا مزيان بالبيض. بغيتي تعمل هيدا، هذا عندي اللوز قبيلاتي اللي وريتكم، بغيتي تعمل غير هيدا عمل هيدا، بغيتي تشبره هكذا وعملها هيدا، ما كاين حتى مشكل، كلشي مزيان. هاو كلي جات في الراحه ديالكم، هاي هيدا. وكننزل هنايا، انا غادي نمشي كنعدل هادشي كله وفي الاخر نوريكم اللي باقى لي وحده اخرى، نكمل على هادشي كامل ونرجع عندكم تشوفوها ان شاء الله. ها هي انا عند داخل الفران، وملي طيب نرجع نوريها لكم ان شاء الله كيف غنعملها. احنا رجعنا عندكم بالشهيوات ديالنا، الحليوه غير خفيفه، ها هما القريشلات ديالنا كيف كيجيو في الاخر، ها هما ملي خرجتهم من الفران رشيت عليهم شويه السكر كلاص، كيجيو هيدا المنظر ديالهم مزيون، وحتى في القهيوه في اتاي ها هما قريشلات كيجيو هشاش وكيتنشاو بوحديتهم. ها هي كاكاو مور، عمرت النص بالشوكولات وعمرت النص بالكراميل، والزواق زوقوا كما بغيتوا. انا زوقت بهذا الشكل هذا، انتم كتشوفوا هاد الحبيبات ديال الشوكولاته، هذا واحد النوع ديال السكر، بقيت عي كنزوق وصافي. وانتم عاوتاتكم عملوا الشكل ديالكم اللي عجبتكم، هذه حليوه خفيفه من الدار وصافي. ويلا جا عند الضيوف علاش الا مع القهيوه كتجي لذيذه، ومع اتاي في الدار هيدا الدراري عاود يعجبوهم. نتمنى تعجبكم ونتمنى نكون عند حسن الظن ان شاء الله، ومن المزيد يكون احسن في احسن. وهادو شيوات ام سليمان، ونتمنى ان شاء الله نزيدكم المزيد وتهلاو، ونتمنى تسدوني وتعملوا جيب ودعموني باش نزيد المزيد ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكل شيء.